عناصر الحضارة أشرت إليها في التعريف تتمثل في ثلاث عناصر أساسية، في ثلاثة عناصر. العنصر الأول هو الإنسان، وهو العنصر الأساس في بناء الحضارات. لا يمكن أن نتصور حضارة بغير الإنسان. الإنسان هو العنصر الأساس الذي يفكر، الذي يبني، الذي يستثمر الوسائل المبثوثة في الكون، إذ فهو العنصر الأساس. لذلك نجد القرآن الكريم كما تعلمون جميعا يهتم بهذا العنصر، وقد كرمه الله عز وجل في قوله ولقد كرمنا بني آدم. فالقرآن اهتم كثيرا ببناء هذا الإنسان الذي يمثل العنصر الأساس في بناء الحضارات. والعنصر الثاني هو الحياة أو الزمن أو الوقت. هذا أيضا كنز آخر منحه الله عز وجل للإنسان، والكثير من الناس لا يعرف قيمة الزمن. ومن الكتب التي ألفت في هذا المجال الكتب الرائعة كتاب الدكتور مفتاح أبو غدا، محقق تحت عنوان قيمة الزمن عند العلماء، عمل إشارات لطيفة جدا إلى هذا الزمن. ومما يذكره في هذا الباب يذكر خصائص الزمن أو الوقت، قال: إن الوقت من خصائصه أنه لا يمكن تخزينه كما يخزن الماء. واحد اللي عنده أموال قادر يخزنها، قادر يحفظها في حرزها في البنكة ولا في دارو ولا في أي مكان، ولكن الزمن لا يمكن تخزينه. المال يمكن تخزينه، كي تحتاج تلقاه موجود، والزمن اللي راح نسمنا في عمره يقدر يقول نلقاها ونسترجعها، ما كان والو، ما كان هناك أدنى أمل. من هنا سبحان الله الذين يضيعون ماهوش دقائق لهم، أو الذين يضيعون أعمارهم، مستعد باش العمر تاعو يضيعوا في التفاهات، يضيعوا فيما لا يجدي نفعا. ومما ذكره في هذا الباب من المطالب اذا ذكر الاخ الكريم الصلح، مره جاء واحد عنده 35 قضيه في المحاكم الجزائريه، عنده في البينال، عنده في السوسيال، عنده في الكوميرسيال، عنده كل شيء. بعد كي درست رسالة بالفعل قلنا ربما في خمس قضايا تستحق أن تبقى على مستوى القضاء، أما 30 قضية تحل على مستوى وجه الصلح ولا على مستوى إعزام، لأن ما قدرناش نروح المحكمة العليا إعزام. وبعدين الرجل قال هكذا 35، قال كيف فوت قضايا أخرى من هذا الباب. قلت صافي حياتك رايحة في المحاكم، قال لي إيه هذا هو حياتك رايحة ثم. قلت انت صافي كنت تصاب ربي سبحانه، يقول انت واش درت كي بعتك الدنيا عطيك 60 سنه 70 سنه كاش ما دير حضاره كاش ما تبني كاش ما، انت تقول روح في المشاكل، انا الاكسبير في المشاكل، روح تدير لي بارون. هذه حياتي، رسالتي في الحياه ان اروح ندير مشاكل من المحكمه للمحكمه، من قضيه لقضيه، 35 قضية على مستوى المحاكم في التريبيونال في لاكور سوبريم إلى آخره، تخصصات مختلفة. يعني تقريبا يوميا عنده استدعاء من جهة من جهات من غرفة من غرف القضاء. لذلك أؤكد على عنصر الزمن، فيقول من خصائص الزمن لا يمكن تخزينه. من خصائص الزمن أيضا أنه سريع الزوال، فإذا زال انتهى أيضا لا يعوض، سريع الزوال خاصة في زمننا هذا. كل استراحة يقول كيف بدا السمانة بالسبت هاي وصلت الخميس ولا الجمعة، يبدا الشهر راح بكري كنا نسمعوا سنة 2000 كيشوف ان شاء الله شي صرا، وجاء 2000 وراح 2000 وراح 2007 وقريب يروح والدنيا كاع تروح. الزمن، الزمن هذه بعض خصائصه. لذلك رب سبحانه وتعالى هذا الزمن حتى في اليوم تاعنا، يعني واحد إذا عاش 60 سنة ومنوع اليوم ب 8 سوايع من 20 سنة نوم، صافي 20 سنة راحت في القيادة، أنت يا ثلث 40 سنة ماهوش راكد، 20 سنة راكد، هذا اللي يقول 8 سوايع ما هوش هذا اللي يقول 10 و12 و14 و15 من الفتاوى اللطيفة هذه جاتني في رمضان، واحد قال لي أنا طول النهار طول الليل سهران
صحك ورقد طول نهار راقد. قال كي مرت رحت باش نغسل وجهي وفد الشيخ المغربي. قال لي ما حكم هالصيام تاعي؟ قلت له واش نقول لك؟ إذا شفت بجهة النية راك درت النية وصحة ناوي باش تصوم. كي يشوفها من الجهة هذه صيام صحيح، كي يشوفها من جهة أخرى صوم خمس دقائق. قلت له الصيام تاعك الفتوى تاعو الصيام تاعك الآن كذا صار. لا يصدق وين صدقوا ماشي هما. طيب إذا العنصر الثالث هو الكون. الكون هو المجال المادي العامر بالنواميس والقوانين والسنن التي يجب أن نعرفها ونحسن استثمارها. وسنن الله غناها لا تتبدل ولا تتغير، لا تعرف المجاملات ولا المحاباة. من يعرفها ويحسن استثمارها الله يبارك، أما من يجهلها وأساء استثمارها والتعامل معها يصطدم بها وسيكون من الخاسرين حتما. طبعا سأفصل قليلا في هذه المقطع في خاتمة هذا الموضوع. الآن نروح للنقطة الثالثة.